لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الأهلي هو البطل. ألف مليون مبروك فوز كرة السلة سيدات بمنطقة القاهرة، النهائي كان مع نادي الجزيرة 77-55، سكور كبير. ألف مليون مبروك اللاعبين واللاعبات، اللاعبات طبعا. ألف مليون مبروك الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي هاشم. ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي. ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي. أروح لضيوفي كابتن إسلام، ألف مليون مبروك، فوز جميل. كابتن علي يمكن برضو فوز الحمد لله جميل 77-55، شايف الفوز ده إزاي؟ اللاعبات يمكن سبحان الله يمكن كان الموضوع يعني من 31 وصلنا 77 نقطة، إذا الكوارت التالت والرابع حصل فيه انفراجة كبيرة للاعبات. اتفضلي. بالظبط زي ما احنا قلنا كابتن علي ادى كده شوية هنتس للناس والناس نزلت اشتغلت على طول، يعني الموضوع كان صحيح. لمينا، عملنا جود ديفنس، لمينا، جرينا، بنوصل ايزي باسكت للناس، بنوصل. الكوارتر التالت خلص 29-8، يمكن هو ده كان المفتاح المكسب كله. بالظبط، لان الرابع ما خلصش يعني عادي خلاص برضو شارك الاهلي الكل طبعا بالظبط ايضا شارك الكل. بالظبط، فهو الماتش فتح في الكوارتر الثالث 29 بوينتس، ده كويس جدا. لو كنا مشينا من اول الماتش كده كان الموضوع هيفتح اكتر. اسلام، يمكن النتيجه كبيره، حصل اللي انت قلته، لو لعبنا فاست بريك وجرينا هتبقى الدنيا مختلفه خالص. باين جدا جدا، انا كنت قايل هنعمل حاجتين ان لو حصلوا الدنيا هتفتح بشكل كويس، نجري ويبقى في شويه توفيق، وده اللي حصل الحمد لله لما جرينا. بس احنا برضو لازم نبقى فاهم، يعني الناس تبقى فاهمه احنا جرينا ليه، او يعني ايه اللي خلانا نعرف نجري. الريباوند صحيح، جود ديفنس، ريباوند. طب احنا عملنا ريباوند ازاي في ظل ان هم اطول، ان علي هاشم او كابتن علي هاشم عمل تشكيل حلو من وجهه نظري اللي انا قلته بالغلط. اللي احنا كنا مش نفسنا يحصل، يعني قلنا ده ممكن يبقى حل من الحلول، بس هو ممكن يتقلنا لان اللي هي ايه بقى، مي هي حلوة، مي حلوه كايلة، وكايلة وجنة مصطفى، وكمان حاطط مي حلوه في النص اللي هي بوزيشن 5 كبوين جارد، لا في الديفنس مكان كبوين جارد تاني، شايف الملعب وتقدر تجارينا، لاعبين 2-3، ومي حلوه في النص. مي حلوه خبره غير طبيعيه، عين حلوه جدا في مي حلوه، ممكن في الجيم كله ما تجيبلكش 4 بونت، انما مفتاح مهم جدا من مفاتيح الملعب. بس خلينا نقول طبعا هارد لك نادي الجزيره قدم مباراه جميله جدا ورائعه. طبعًا قياده فنيه ممتازه من كابتن عماد، الحقيقه بنهنيهم على ادائهم، وبنحترم طبعا فريق نادي الجزيره احترام كبير، وبنقول له هارد لك وان شاء الله يوفق في البطوله الجايه باذن الله. ان شاء الله نكمل كلامنا. ان احنا دافعنا كويس، فيري جود ديفنس، فيري جود ريباوند، فيري جود ترانزيشن اوفنس. الترانزيشن اوفنس لو تلاحظ كمان انت عندك الجزء اللي احنا طلعنا فيه سكور عالي قوي، رضوى وسرية كانوا بيلعبوا فوق في 2-3 زون، الاثنين دول طبيعه لعبهم في تيمبو اللعب بتاعهم سريع يفيدونا قوي في الجري ده. فلما الثلاثه اللي تحت كايلا وجنة ومي جابوا الباوند، بقى الاوت ليت سريع، بقينا بنجري بسرعه نحط فاس بريك، وده اللي حصل زي ما كابتن عليا بتقول 29-8 صح كابتن 29-8 الشوط الثاني، طلعنا من 4 بونت طلعنا ل 10-12 بونت لما بدانا نلعب 5-5 تاني مع شويه التوفيق اللي حصل، وسوريا جابت 2-3 سي بونت بتاع، حصل بقى اللي احنا قلنا عليه بقى، يعني التوفيق مع جاري الجيم بقى سهل، بقى شبه وان سايد جيم. بس خليني اقول لك كابتن برضو انه يعني احنا جايبين توتال 77 نقطه، يعني جايبين التالت والرابع 46 نقطة. يعني تقريبا انت ضربت في مرة ونص السكور اللي احنا ده معدل تهديفي عالي. بس مش من فراغ، ما هو ده اللي بنقوله بقى، ان حصل توفيق واحنا قرينا الجيم ولعبنا بسرعة، جرينا استفدنا. عايز اقول حاجة كمان، احنا كنا من ضمن كلامنا في الأول بنقول، طب كابتن اسلام معلش هضطر اقطعك لأن طبعا زميلنا كريم أحمد في أرض الملعب جاهز ولقاءات مهمة وأجواء، خلينا نروح أرض الملعب. اتفضل يا كريم. بجدد تحية لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجم نجوم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق نسائية الكره السله كابتن علي هاشم، مبروك يا كابتن علي، مجهود كبير جدا الموسم ده، موسم صعب في ازمه كورونا وفي غيابات وفي امور عديده جدا، ابارك لك وبارك لكل اللعيبه وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. مبروك يا كابتن كريم، وبارك لي كابتن هيثم وكابتن علي وكابتن اسلام، وشهم حلو الحمد لله. طبعا يعني في النادي الاهلي ما فيش موسم صعب، يعني الاربع بطولات صعبين جدا، هي بس مشكله البطوله دي اللي جايه بتاعت السنه اللي فاتت جت في توقيت والناس كلها شغاله والمنتخب شغال، بس الحمد لله يعني عدت الحمد لله. الحمد لله وبدايه كويسه طبعا للموسم الجديد، نخش على دوري مرتبط الحمد لله، واحنا اول بطوله معانا باذن الله. صعوبات يمكن كتيره جدا فنيا كمان يا كابتن علي تحديدا، لان يمكن ازمه كورونا يمكن بتبقى عايز تطبق تكتيك في الملعب وتبقى عايز تطبق امور عديده جدا، يمكن ما ساعدتكش الامور، لكن بعد العوده رجعت بشكل كبير جدا ومميز ودعمت الفرقه بشكل كبير جدا. الحمد لله ربنا كرم طبعا، احنا شغالين من ساعه الكورونا يعني ما وقفناش، فنشنا الموسم السنه اللي فاتت بالدوري، بدانا الموسم ده برده خلصنا رايحين لدور الثمانيه لنادي الجزيره،
البطوله دي اعتبرناها تجهيز. كميه اصابات كتير جدا، يعني عندي نور علي طلعت، نادين السلعوي، فريده وائل، نوها شتا، وبدينا عمرو كمان امبارح. فيعني الحمد لله، بس باقي الفرقه طبعا النادي الاهلي كل ال 15 لعيب اللي في الدرجه الاولى والناشئين طبعا يعني الحمد لله كملوا الدنيا مشيت كويس يعني الحمد لله. كلمات مميزه جدا، ويمكن كمان المحترفه كمان يعني بيبقى في نظره وبيبقى في خبره، الامر بيختلف بشكل كبير جدا كابتن علي. والله الحمد لله يعني التدعيمات السنه دي كويسه. بشكر طبعا مجلس الاداره طبعا اللي هو واقف جنبنا في التدعيمات دي، والنشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، الناس يعني ما باخدوش على الفرقه باي حاجه الحمد لله. الله يبارك فيكم ربنا يكرمكم. ببارك طبعا من جديد للكابتن علي هاشم ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب. بطوله اكيد تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي في كره السله وفي النشاط الرياضي، لحظات حاسمه جدا. ويمكن اسيبك بقى كابتن هيثم دلوقتي، اسيب كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان نتابع لحظات التتويج، ثم بعد كده ان شاء الله يكون لنا لقاءات مع ابطال سيدات كره السله بالنادي الاهلي الحاصلين على بطوله منطقه القاهره. عودي لك من جديد يا كابتن هيثم. كريم شكرا جزيلا. يمكن كان لقاء مهم مع كابتن علي هاشم، وخلينا نروح للكابتن احمد مناع معلقنا وتعليقه على مراسم تسليم الجوائز والكؤوس طبعا اللاعبات، فإلى هناك. خليني اقول لحضراتكم طبعا الصوره اللي حضرتك شايفينها، كابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره هو بيسلم الكؤوس للحكام او الميداليات للحكام. خلينا نشكر حكام اللقاء النهارده الحقيقه اللي ادوا اداء رائع. يمكن المباراه طبعا سهلت عليهم، ولكن الشوط الاول والثاني كانوا مؤدين اداء كويس، لان اختبروا هم اكتر في الشوط الاول والثاني اكتر من الثالث والرابع. بنشكر طبعا كابتن تامر عبد الفتاح الحكم الاول، كابتن منى علي، وكابتن يمنى خالد، بنشكرهم اداء كويس اداء رائع الحقيقه. واحنا نتمنى للتحكيم المصري ان يحصل طفره زي ما احنا شايفين دي مراسم تسليم الميداليات. النادي الاهلي في المركز الاول، المركز الثاني طبعا نادي الجزيره، المركز الثالث مصر للتامين. خلينا اقول ان بطوله القاهره يعني كان فيها تعتبر دوري مصغر، يمكن احنا الفرقتين اللي بس مفتقدينهم او مش موجودين في بطوله القاهره ونادي سبورتنج ونادي سموحه. طبعا انديه اسكندريه كلها منا كل الاحترام، ولكن اقوى ناديين موجودين دلوقتي سبورتنج وسموحه. وتقريبا على ما يعني شايف الوزير العمري فاروق موجود في ارض الملعب ايضا ممثل على مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد طبعا حاجه زي كده بنشكر فيها مجلس اداره بالدعم اللي حصل للفريق. الفريق ضم 7 صفقات جديده، خليني اقول لكم ان 7 صفقات جديده كان حاجه يعني عدد كبير جدا بدعم جديد. وشفنا كايلا النهارده اللي حاطه 38 نقطه، كايلا النهارده حاطه 38 نقطه. طبعا اللي في الصوره ده المستشار تامر، طبعا نائب رئيس منطقه القاهره والجيزه، وطبعا بيسلم اللاعبات او لاعبات مصر للتامين الميداليه البرونزيه. الحقيقه طبعا مجهود يشكر عليه منطقه القاهره، تنظيم رائع، وطبعا يعني اصرارهم ان البطوله تتعمل، فده يعني نشاط مميز لمنطقه القاهره بنشكرهم عليه. ونتمنى ان شاء الله كل المناطق يعني ان شاء الله تبقى بهذا الشكل، وده في الاخر بيصب في مصلحه الفرق اللي بيصب في النهايه في مصلحه منتخب مصر. خليني اقول لحضراتكم انه طبعا اللاعبات المستشار
طبعا الكابتن عمرو فاروق وطبعا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره موجود في الملعب، وده طبعا حاجه جميله ان مجلس اداره النادي الاهلي يدعم الفريق بهذا الشكل. وخليني اقول لكم ان الدعم مش بس دعم لاعبات ودعم يعني مادي بالصفقات الجديده، ولكن ايضا دعم معنوي بحضور المباريات ومتابعه اللقاء من ارض الملعب. ده حقيقه دعم كبير جدا جدا، واكيد المكسب ما بيجيش غير من منظومه كامله، مثلث مجلس اداره لاعبين ولاعبات وجهاز فني ولاعبات، الحقيقه مثلث كامل هو ده الحقيقه اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي. خليني اقول لكم كمان ان في بعض الكؤوس هنجيب لكم طبعا الكؤوس اللي تم الحصول عليها، كؤوس فرديه طبعا للاعبات هنقول لكم عنها بالتفصيل ان شاء الله اول ما تنتهي تسليم الكؤوس. ولكن خليني اقول لكم انه النادي الاهلي ما حصلش على البطوله دي السنه اللي فاتت، طبعا هنا دول لاعبات نادي الجزيره يعني بيتقلدوا الميداليات الفضيه، ومعهم طبعا كابتن فتحي شحاته ومستشار تامر عبد الله برضه بيسلم الميداليات. وزي ما قلنا وكررنا نشاط مميز من منطقه القاهره، نتمنى ان شاء الله الحفاظ عليه، وهم اختاروا توقيت الحقيقه مناسب لكل الفرق، وده لازم كان يتعمل بطوله في الوقت ده، وده اللي شجع الفرق الحقيقه انها تشارك، لانه اعداد جيد للمرتبط، خاصه زي ما قلنا مع ضيوفنا كابتن عليا قالت ان في فرق كتير عندها المرتبط كويس، والفريق الاول ممكن يكون العكس في فرق اخرى بيكون الفريق الاول احسن والمرتبط اقل، النادي الاهلي عنده الاثنين، فالحقيقه ده كان اعداد كويس لكل الفرق الاولى. شفنا دخول طبعا نادي هليوبوليس في المركز الرابع، طبعا بيتعرض لاصابات، وطبعا وان النادي الاهلي تاهل على حساب نادي هليوبوليس بعد ما انتهت النتيجه 2-1، طبعا اداء مشرف. طبعا بحب اقول هارد لك لنادي الجزيره تاني ادى اداء كويس، اللاعبات حاجه جميله جدا، وبنقول هارد لك للكابتن عماد موسى يعني المدير الفني، ده طبعا الوزير طبعا العمري فاروق واستاذ محمد الضماطي، وبالمناسبه هم من اكثر الداعمين في مجلس اداره طبعا بعد الكابتن محمود الخطيب دعما للالعاب الاخرى، وتاريخ طويل يعني. كابتن عماد موسى هو مدير فني نادي الجزيره بيتلقى التهنئه من كابتن شريف سليمان عضو المنطقه، وكابتن مصطفى السيد ايضا مساعد المدرب اللي كان ماسك نادي هليوبوليس وانتقل لنادي الجزيره السنه اللي فاتت، وبالمناسبه كابتن مصطفى من احد ابناء نادي الجزيره، وطبعا اللي زي ما انتم شايفين العلاقات والود اللي بيحصل ده هو ده الاساس في الرياضه والتواصل، وشايفين يعني نادي الجزيره بالرغم من الخساره ولكن طبعا نادي ولاد الذوات والابتسامه والشياكه طبعا حتى وهم خسرانين، ده مش غريب على طبعا شايفين نادين السلعاوي وهي مصابه مصره برضه تكون مع الفريق، نور علي طلعت مصابه واقفه مع الفريق، الروح جميله جدا، ويمكن النهارده الروح عليت قوي في التات والرابع، يعني يمكن ده انا برجعه يعني شخصيا الى مشاركه اكتر عدد من اللاعبات، فده الحقيقه خلى اللاعبات مستمتعات اكتر بالاداء ومستمتعات بالنتيجه، نتيجه كبيره 77-55، نتيجه مكسب حلو واداء حلو الاثنين. والحقيقه عايز اقول لكم ان احنا حتى واحنا قاعدين في الاستوديو طبعا طبعا فريق العمل حتى الاوف كاميرا اللي ورا الكاميرات زملائي الاعزاء طبعا كانوا متفاعلين جدا مع المباراه، وكانوا بيشجعوا وبينطوا بيتفاعلوا مع كل كوره، الحقيقه كان اداء رائع، الحقيقه كان ويعني كان اداء اكتر من رائع، مع مكسب بيبقى الموضوع حلو جدا جدا جدا. طبعا هنا اللاعبات النادي الاهلي جنى مصطفى اللي كان ليها دور كبير النهارده، انا بقى شايف يعني في نقل الملعب، طبعا الكابتن عمرو فاروق بيسلم الميداليات للاعبات، هو ده الدعم المعنوي اللي بقول لكم عليه، لما الاقي طبعا نائب رئيس مجلس الاداره يعني منصب رفيع في مجلس الاداره والاستاذ محمد الضماطي ايضا عضو مجلس الاداره يكونوا موجودين في تسليم الجوائز، الحقيقه انا كلاعب اكيد اكيد ده تكريم معنوي بشكل كبير، وقبل كده كمان كان في دعم مادي، طبعا نور علي طلعت يعني مجبسه ايديها زي ما انتم شايفين العمليه، قبل كده طبعا كان الدعم باللاعبات والدعم المادي والدعم المعسكرات وكل شيء كانوا عايزينه كان بيتلبى كابتن موسى، وعندنا كابتن علي هاشم طبعا كل الجهاز الفني طبعا لهم متشكرين، وان شاء الله يعني بطولات تخش على ايديكم اكثر من ذلك. وخليني اقول لكم انه فريق السيدات رفع طموحاتنا بالاداء اللي احنا شايفينه ده، يعني انا بتوقع ان لو في لاعب او محترف كمان موجود بتهيالي الدنيا ممكن تروح لافريقيا. خليني معلش انا اشارك مع يعني ضيوفي النهارده كابتن اسلام، يمكن انت معايا، هل احنا لو طيب خلينا نكلم في لحظات الكاس ده كابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره بيسلم دينا عمرو كابتن الفريق بيسلمها، طبعا دينا عمرو ما شاركتش النهارده عشان كان عندها مزق في العضله، دينا عمرو كان عندها مزق صحيح وما شاركتش، بس طبعا هنا تسليم طبعا كابتن فتحي شحاته رئيس منطقه القاهره، الكابتن عمرو فاروق، الاستاذ محمد الضماطي بيسلموا دينا عمرو كاس المركز الاول، لحظه جميله، الف مليون مبروك دينا، الف مليون مبروك اللاعبات، الف مليون مبروك الجهاز الفني، الف مليون مبروك
لحظة جميلة الحقيقة وبتتكرر كتير مع فريق السيدات. طبعا انا سايبكم الحقيقه تستمتعوا باللحظه دي. ده النادي الاهلي هو ده اللي بيتربى عليه لعيبه النادي الاهلي، هو المركز الاول والمركز الثاني بالنسبه لنا يعتبر خساره، ولكن طبعا فريق السيدات بيرفع طموحنا لابعد الحدود. لحظات المكسب طبعا ما بتتكررش. خلينا اقول لكم اللعيبه دي يعني او اللعيبات دي من حوالي شهرين او شهر ونص، اقل من شهرين طبعا، شهر ونص كانوا توجوا بالسوبر المصري. المصري طبعا السوبر المصري السنه اللي فاتت بعد الفوز على نادي سبورتنج المحترم 2-1 في نهايه اللقاء. طبعا دي صوره بتجمع اعضاء مجلس اداره منطقه القاهره مع طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن عمرو فاروق والاستاذ محمد الضماطي. طبعا صوره للذكرى اكيد، لحظات كويسه جدا، وده الحقيقه يعني بيدل النادي الاهلي كله منظومه بتعمل او بتشتغل لاسعاد جماهيرها في كل المجالات. شفنا حتى كايلا النهارده، انا عايز اقول لكم كايلا حتى 38 نقطه الحقيقه، ده اللي قدرنا نجيبه من الاحصائيات، لان الاحصائيات لسه ما اتفرغتش بشكل كامل من على السيستم. ألف مليون مبروك، لحظات يعني جميله، ولكن ده طبعا بيحط عبء على الفريق اكثر من ذلك، وعايزين افريقيا ان شاء الله من الفريق ده، واحنا شايفين ان شاء الله مع محترف كمان مع الفرقه دي، الفرقه دي تقدر تنافس على افريقيا. والسنه اللي فاتت زمان شفنا خدنا ثالث افريقيا مع هذا الفريق بعد التدعيمات والمحترف اللي موجود، المحترفه اللي موجوده وبعض اللعيبه، كايلا المحترفه الامريكيه طبعا من طراز فريد، لعيبه اول مره نشوفها في الملاعب المصريه بالسكور ده والاداء ده. طبعا الصور الديسكارين اللاعبين او اللاعبات، خليني معلش انا بغلط في حته اللاعبين او اللاعبات، لانه احنا طبعا بنتكلم عن الرياضه، طبعا رجال وسيدات، طبعا في الاخر لاعب وبيأدي في الملعب. دي ثريا طبعا لعيبه النادي الاهلي مع كايلا بياخدوا الصور التذكاريه، لحظات جميله، وهي دي اللحظه اللي اللعيبه بيستنوها من وقت للتاني عشان يفضلوا يعني يتذكروها. خليني اقول لكم ان الفريق ده بعد ايام كمان هيبقى فيه لاعبات منه هتنضم لمنتخب مصر، وهيبتدوا يستعدوا لتصفيات المنطقه الخامسه اللي غالبا هتكون في مصر ان شاء الله. الروح عجباني، الاداء جيد جدا، الجهاز الفني على اعلى مستوى. الف مليون مبروك. زمان كايلا بالظبط. على فكره انا عايز اقول لكم الكاس مثلا كايلا خدت هدافه البطوله، وده طبيعي. ثريا هدافه الثلاثيات، زي ما قلنا لكم كان في كاسين هداف البطوله كان خدتها كايلا من النادي الاهلي طبعا، وثريا خدت هدافه الثري بوينت. اذا حتى الكؤوس الفرديه النادي الاهلي برده بيسيطر عليها بشكل كبير، ده لو ده فبيدل على لعيبتنا وعلى ادائهم الاكثر من رائع. خلينا برده اروح لضيوفي كمان ونعلق على طبعا النتائج والكؤوس. طيب خلينا قبل ما اروح لضيوفي، كريم يمكن اكيد في لقاءات جاهزه ومهمه جدا، اتفضل كريم. بجد التحية لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، كل جمهور النادي الاهلي، نجمه من نجمات النادي الاهلي طبعا ثريا محمد. مبروك يا ثريا، طبعا بطوله صعبه وبطوله مهمه، ويمكن الانتصار حلو جدا كمان، انت حاصله على لقب، ببارك لك النهارده وببارك لكل اللعيبه. ميرسي طبعا، انا الله يبارك فيك. اول حاجه انا مبسوطه طبعا النهارده بدايه الفرقه، خصوصا في الثالث والرابع. احنا بصراحه ما كناش مكتفيين بس ان احنا نكسب سكور، لا احنا كنا عايزين ندي سكور كبير، علشان دي مسج لكل الفرق ان احنا لا موجودين وبنكسب سكور كبير. جبنا صفقات موجودين، عندنا اصابات كتيره قوي يمكن هي اللي خلتنا نخسر ماتش ليوبلس، بس ده ما بعدناش خالص عن ان احنا هناخد البطوله. ده كان التارجت الاول بتاعنا ان احنا نكسب البطوله، وده فعلا حصل. كلنا في الثالث والرابع لا قلنا احنا هنبقى ايد واحده وهنكسب، ومش هنكسب بس، احنا هنكسب فرق سكور كبير. يمكن الحصول على الدوري المرتبط ودوري السوبر وكمان منطقه القاهره، ده يمكن محتاج شغل كبير جدا منكم ومن الجهاز الفني، ازاي قدرتوا تشتغلوا في هذا الامر ان انتوا تحققوا البطوله دي؟ هو طبعا اكيد احنا بس مش التارجت بتاعنا ان احنا نكسب البطوله، اذا كانت بطولات محليه لا احنا عايزين نكسب ان شاء الله بطولات افريقيه وعربيه. اول بدايه لينا هي بطوله المنطقه، كسبناها الحمد لله، اللي بعديه ان شاء الله مرتبط عايزين نكسبه، نكسب السوبر، نكسب الكاس عشان يبقى خدنا الرباعيه ان شاء الله. وده اللي كابتن علي قاله لنا من الاول، احنا خسرنا ماتش بس ده ما فرقش معانا في الاخر طول ما احنا خدنا الاول الحمد لله. الفتره اللي جايه صعبه، والحفاظ على اللقب وعلى المستوى المميز ده هو الاصعب. الفتره الجايه شايفاها ازاي، وهتتحدوا ازاي الفتره اللي جايه بالنسبه لك؟ اكيد طبعا الفتره الجايه صعبه، خصوصا كمان بعد التوقف الكبير اللي احنا توقفناه في الكورونا، وقفنا 5 شهور، وده مش حاجه عاديه ان احنا نوقف 5 شهور.
في الاوف سيزون، بنقف شهرين ثلاثه بس، توقف خمس شهور وان الفرقه ترجع توب فورم تاني دي طبعا محتاجه وقت كبير، ولازم عشان احنا اول لازم نحافظ على ده، وده اللي الجمهور دايما هيبقى مستنيه مننا، هو ده اللي احنا عايزين نعمله. ميرسي، الله يبارك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعايا كمان نجمه من نجمات النادي الاهلي طبعا كابتن نادين سلاوي. طبعا كنا بنتمنى نشوفك النهارده في الجيم، لكن ان شاء الله القادم يكون افضل بالنسبه لكم. مبروك ليكي ومبروك لكل الفرقه. الله يبارك في حضرتك. ده الاول طبعا كنت اتمنى ان انا اكون بشارك في اول بطوله ليا هنا، بس ان شاء الله الجيد اكتر. اصابات ويمكن كانت فتره صعبه جدا، وممكن ازمه الكورونا اتكلمنا عليها، لكن ازاي كتيم مع بعض قدرتوا ان انتوا تجمعوا بعضكم من جديد؟ لان زي ما بنقول ثلاث بطولات امر صعب جدا ان انتوا تحققوا. طبعا فتره الكورونا اثرت مع كل اللعيبه وكل الناس، وبرده الفرقه في ناس لعيبه كتير جديده جدا، فطبعا التاقلم كان بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. الحمد لله الفرقه بدات تقف على رجليها النهارده، ادينا ظهرنا مظهر حلو جدا. الفرقه لسه ناقصه لعيبه كتير جدا، حتى كابتن الفرقه النهارده ما قدرش تلعب، فاحنا ان شاء الله يعني نوعد الجماهير ونوعد الناس كلها ان احنا السيزون ده نقدر نجمع البطولات كلها مع بطوله افريقيا ان شاء الله. التعامل المميز من المدير الفني ومن الجهاز بشكل عام، يمكن الامر ده مهم جدا وبيبقى ليه تاثير عليكم. ازاي انتوا كتيم ورك مع بعض بتتعاملوا كفريق، والجهاز الفني بقياده كابتن علي هاشم بيتعامل معاكم ازاي؟ لان واضح ان في قوه، واضح ان في روح الفانيله الحمراء وروح النادي الاهلي موجوده في لعيبه النادي. الجهاز الفني الصراحه من اول يوم هم زارعين فينا حته ان هم عايزين يقربوا مننا ويبقوا صحابنا، وزارعين فينا حته ان هو احنا بنلعب على كل البطولات، وان احنا تيم معروف الاهلي داخلين نكسب اي ماتش بغض النظر الفرقه اللي احنا هنلعبها. قادرين ان احنا نعمل علاقه كويسه جدا معاهم، هم حابين جدا تعاملنا دلوقتي مع بعض، فالحمد لله ربنا موفقنا وفي كيمستري بين الاثنين اللعيبه والمدربين. شكرا، الله يبارك لحضرتك. بنبارك اكيد يا كابتن هيثم لنجمات النادي الاهلي. الحقيقه يمكن مجهود كبير جدا، ويمكن مجهود بذل خلال الفتره اللي فاتت بقياده الكابتن علي هاشم اللي بنبارك له الحقيقه، عامل دور كبير وعامل مجهود كبير جدا. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل ليا النادي الاهلي. ومستمرين معاك كمان، يمكن معايا واحده من نجمات النادي الاهلي جنه مصطفى. مبروك يا جنه، طبعا مجهود كبير جدا الموسم ده بالنسبه لكم والبطوله دي تحديدا، ويمكن كمان حققتوا الثلاثيه وده امر مهم جدا بالنسبه لكم. ببارك لك وبارك لكل لعيبه النادي. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا. قولي لي الصعوبه ازاي بالنسبه للمباراه دي وبالنسبه كمان للبطوله بتاعه المنطقه، شايفه الصعوبه ازاي وقدرتوا تتحدوا بعض ازاي ان انتوا تحققوا دي البطوله؟ الصعوبه ان احنا فرقه جديده، في اصابات كتيره قوي، كذا حد فينا بيلعب مصاب، ناقصين ناس كتيره قوي، لسه بنحاول ناخد على بعض ونبوند مع بعض، بس الحمد لله يعني بنحاول بسرعه ان احنا ستيب باي ستيب نقرب، عشان زي ما احنا وعدنا الجمهور ان احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات زي السنه اللي فاتت ان احنا نكسبها السنه دي، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ونقدر نعمل على قد يعني مجهودنا واتعبنا ونوفي يعني بعضنا. يمكن في تدعيمات مميزه جدا من النشاط الرياضي بالنسبه لكم، كمان المحترفه الامريكيه، يمكن العناصر كمان مميزه، عندنا شباب وعندنا خبره وعندنا مجموعه مميزه جدا، يعني المجموعه دي اكيد ليها تاثير كبير وليها روح كبيره جدا مع البطولات. يعني الحمد لله المحترفه كويسه قوي، دخلت فيها على طول روح النادي الاهلي، كل الصفقات دخل فيها على طول، بنبوند يعني لسه في الملعب مش واخدين على بعض قوي، بس ستيب باي ستيب كده بناخد على بعض، بس بره الملعب احنا بقينا بوند قريبين جدا، يعني كلنا زي بعض قريبين من بعض، والحمد لله يعني ان شاء الله نقدم اداءات احسن من كده ونفرح الجمهور بادائنا ويبقى مبسوط بينا يعني. الله يبارك فيك، ميرسي. مستمرين معاك كده يا كابتن هيثم، والفرحه كبيره جدا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن نادين عمرو. مبروك يا كابتن دينا، كنا بنتمنى زي ما بنقول نشوفك النهارده طبعا مع نادين ومع طبعا كل اللعيبه، لكن ان شاء الله القادم الافضل بالنسبه لكم. مبروك ليك ومبارك لكل اللعيبه. بس عندي اصابه، عندي مزه في الاماميه وعندي كمان مشكله صدريه وكده، امبارح كنت في مستشفى وعندي ازمه، كان لازم طبعا اجي مع الفرقه النهارده ومش مهمه اي حاجه. الحمد لله ان احنا كسبنا بطوله من السنه اللي فاتت، بس كانت مهمه بدايه سيزون جديد لينا، والحمد لله ان احنا قدرنا ناخدها، وان شاء الله لسه في ثلاث بطولات كمان. الصعوبه ايه؟ يمكن كل ما بتكلم مع اللاعبات الصعوبه كانت ازاي بالنسبه للبطوله دي تحديدا؟ انا عارف انتوا حققتوا بطولتين، لكن الثلاثيه بتبقى اصعب ان انتوا تستمروا على المستوى ده. دي حقيقه، يمكن بس عشان في فتره اصابات وكمان كان في فتره توقف، ولان احنا بدانا السيزون من غير فتره اعداد، فيمكن بس ده كان اصعب وقت، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي كل حاجه وناخد البطوله دي. ازاي قدرتوا ان انتوا تلموا بعض الفتره اللي فاتت مع الاصابات الكتيره اللي قابلتكم؟ لان في مراكز حساسه جدا وكنتوا محتاجين ان انتوا تبقوا موجودين، فازاي قدرتوا تلموا بعض كتيم ورك وانت ككابتن فريق كلمت مع البنات قلت لهم ايه؟ هو طبعا ان يعني اهم حاجه ان احنا كلنا كنا نبقى ايد واحده وكلنا اتمرنا مع بعض، وكان اهم حاجه ريكفري دايما بعد التمرين وستريتشنج بكل حاجه، وعشان كده قدرنا ان احنا نتفادى باقي الاصابات والحمد لله ربنا كرمنا. بسيل حضرتك جدا، شكرا. بنبارك اكيد يا كابتن هيثم، يمكن فرحه كبيره جدا، يمكن كل اللاعبات بتلتقط الصوره التذكاريه طبعا مع الكاس. يمكن معايا نوع شتا، واحده من نجمات النادي الاهلي. مبروك النهارده طبعا الفوز بالنسبه للبطوله، ادائكم مميز كالعاده، ويمكن هي دي سمه لاعبات النادي الاهلي، اي بطوله بنخش فيها بنحققها. مبروك ليك ومبارك لكل اللعيبه. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. احنا والله تعبنا قوي يعني
تعبنا الحمد لله فربنا كرمنا والماتشات اللي فاتت كانت الحمد لله ساعدتنا ان احنا نوصل لده، كان اعداد كويس قوي ومن كابتن علي والجهاز الفني كله، فالحمد لله ربنا كرم. انت من الاضافات المميزه جدا بالنسبه للاعبات النادي الاهلي تحديدا الفتره دي، ان شاء الله باذن الله مستنيين منك كمان الموسم القادم. شايفه الفتره اللي فاتت اللعيبه استقبلتك ازاي؟ انا عارف ان انتوا كلكم تيم ورك واحد، لكن الامر ده اثر معاك ازاي وقدرتي تتعاملي معاه ازاي؟ والله ما حسيتش باي اختلاف، يعني حسيت كاني في النادي بقالي كتير جدا، يمكن دي حاجه انا كنت خايفه منها ان انا اغير النادي بعد فتره طويله، بس لا الناس كانت مرحبه جدا والناس كانت لذيذه جدا جدا جدا، حسيت ان انا في البيت الحمد لله. يعني الفتره اللي جايه يمكن الجمهور بيساندكم بشكل كبير جدا، منتظر منكم ان شاء الله القادم باذن الله. تحبي تقولي لكل الجمهور اللي ساندكم وسعيد جدا بالبطوله دي؟ يعني بنشكر الجمهور جدا والله، واحنا عايزين الجمهور يفضل يدعمنا على الحلوه والوحشه، واحنا ان شاء الله نبقى على قد طموح الجمهور. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، فريده كمان وائل واحده من نجمات النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل بالنسبه لها. مبروك النهارده طبعا فوز بالبطوله بطوله المنطقه، شعورك ايه النهارده واحساسك ايه وانت بتفوزي مع فريق النادي الاهلي ببطوله المنطقه؟ الله يبارك في حضرتك، وطبعا الشعور يعني دي حاجه بسطاني جدا، ودي يعني بدايه موفقه لينا الحمد لله، وطبعا دي حاجه تدينا حافز ان احنا ان شاء الله نكمل البطولات كلها ونكسب البطولات كلها باذن الله ونرجع. يعني احنا في اصابات كتير بس ان شاء الله دي حاجه بسطانه ان احنا كمان في ظروف الاصابات ان احنا الفرقه ما شاء الله واقفه على رجليها وان احنا بنكسب حتى في الظروف دي، وان شاء الله لما نكمل اكتر نعرف ندي اكتر ونكسب بطولات كلها، وان شاء الله يعني الجمهور يعني يبقى مبسوط وبس، يعني دي حاجه كويسه. يمكن يعني كل المستويات بتتقدم بشكل كبير جدا، شفنا النهارده يمكن التامين بيفوز على هليوبلس، يمكن هليوبلس بطل الكاس كمان. الموسم الجاي يمكن والموسم ده كمان كل فرقه بتزيد، بتخليكم انتم كمان محتاجين ان انتم تتعلموا من الريكفري بتاعكم، الفيتنس بتاعكم، من الفنيات بتاعكم، تتعاملوا مع الامر ده ازاي مع كابتن علي؟ طبعا احنا كل سنه كل فرقه بتتغير، يعني مش دايما الفرق ثابته، يعني كل سيزون ممكن تلاقي فرقه كسبت فرقه خسرت او كده، فدي حاجه كويسه ان المستويات دايما مش ثابته، عشان ده يدي حافز ان الفرق دايما تشتغل على نفسها اكتر واكتر، عشان ما تبقاش فاكره. يعني انا لو فاكره ان احنا خلاص اي ماتش هنكسبه المستوى ممكن ينزل، فدي حاجه الحمد لله احنا بنشتغل عليها على طول، ان احنا بنلعب ان احنا نموت نفسنا عشان نكسب كل البطولات، مش بنركز مين كويس مين ضعيف، احنا بنبقى عايزين احنا نلعب بالماتش بمستوانا احنا. اخيرا تمنياتك وطموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ لسه انتم ما حققتوش حاجه، ان شاء الله القادم يكون افضل بالنسبه لكم ان شاء الله. لا طموحاتنا طبعا ان احنا نقدر نفوز بكل البطولات اللي جايه، وان شاء الله يعني افريقيا ان شاء الله تتلعب، وان شاء الله ان احنا نفسنا ان احنا كمان افريقيا ناخدها، ويعني ان شاء الله ان احنا ندي منظر كويس ونبقى على قد حسن ظن يعني الجمهور ان شاء الله، ونفوز بكل البطولات باذن الله. ميرسي، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لبطلات النادي الاهلي طبعا الحاصلين على لقب منطقه القاهره ومن قبلها دوري السوبر ودوري المرتبط، هي دي لعبات النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كابتن هيثم القادم يكون افضل، كل انتصارات وكل بطولات للعبات النادي الاهلي. الحقيقه يمكن فرحه كانت كبيره جدا سواء مع معالي الوزير طبعا عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا كمان الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره اللي كانوا متواجدين النهارده، شاركوا الفرحه مع لعبات النادي الاهلي. باذن الله القادم يكون افضل لكل لعبات النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي والنشاط الرياضي وجمهور النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن هيثم من جديد في الاستوديو التحليل. الزميل كريم احمد، شكرا جزيلا على مجهودك اللي باين يعني، وان شاء الله تكون معانا في انتصارات ثانيه كتير. مكملين معاكم ولكن نطلع لفاصل سريع ونرجع مع بعض عشان نتكلم عن الفريق فنيا ونبارك لبعض ونشوف نقاط القوة والضعف اللي استفاد منها النادي الأهلي النهاردة، ولكن بعد الفاصل.
مفيش شك المكسب حلو، مفيش شك يعني زي ما بيقولوا يعني المكسب بيخلي الواحد في مود تاني خالص، خاصة لما تكون المكسب بأداء رائع زي كده. بس الحقيقة حابب أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالحقيقة بدعمه للألعاب الأخرى. النادي الأهلي النادي الوحيد اللي بيدعم الرجال والسيدات بنفس الشكل. شفنا لأول مرة في التاريخ كرة اليد سيدات بيجي محترف سندس حشانة اللي جت معانا ونورتنا في الاستوديو وشايفين عامل فرق ازاي مع الفرقة. نفس الكلام في السلة سيدات، نفس الكلام في الطائرة، مش محتاجين الدار للطائرة الحمد لله دعم، ولكن برضو دعمهم. فالحقيقة مجلس إدارة بيدعم الرجال والسيدات، وعلى فكرة احنا بس عشان شايفين السلة والطائرة واليد الألعاب الشعبية الأخرى الكبيرة، ولكن الألعاب على مستوى السباحة في دعم، على مستوى الووتر بولو في دعم، على مستوى الاسكواش، على مستوى التنس الأرضي، على كل المستويات النادي الأهلي الحقيقة بيقدم دعم كبير في الوقت، في الوقت اللي الألعاب دي بتجيب زيرو إنكم، مفيش أي دخل داخل من هذه الألعاب. ومع ذلك النادي الأهلي لم يتخلى عن مسؤوليته الأدبية في رعاية هذه الألعاب اللي هو بيقدمها هدية لمنتخب مصر ورعاية منتخب مصر. شفنا ألعاب القوة، رباعي ألعاب القوة المؤهل إنه ياخد ميداليات في الأولمبياد، النادي الأهلي مضاهم على العقود وأمن لهم بشكل كبير حياتهم المادية بحيث إنه يقدروا يبقوا أفضل من كده. الحقيقة كمان النهاردة المكسب لكرة السلة سيدات بيحط كمان الفريق عليه أعباء أكتر، لأن الجمهور مش هيقبل غير بالمكسب قبل كده، وإحنا كمان قبل الجمهور إن شاء الله. كل ما الفرقة بتبقى أحسن أكيد بنبقى أكتر. الحقيقة أنا أحب أشكر ضيوفي طبعا في الاستوديو المرة التانية، وإن هم منورينا الحقيقة. كابتن إسلام طبعا يعني أنت منورنا، وكابتن عليا منورنا، يمكن ليلة جميلة. كابتن إسلام كان عندك بعض التعليقات المهمة على اللقاء النهاردة، وكان عندك برضو يعني تعليقات عن قوام الفريق وتشكيل الفريق. تمام، مبروك طبعا لفريق السيدات، الفرحة حلوة والمكسب جميل. الشوط الثالث والرابع أداء مختلف تماما، نوعا ما كان متوقع أنه يمشي بالشكل ده. نخش بقى في تفاصيل الجيم أكتر. من ضمن الحاجات اللي كنت عايز أقولها، إحنا كنا قلنا في الأول إن الروتيشن عندنا أحسن، فنقدر نجري ونقدر، فما بالك بقى ان احنا كمان دينا عمرو كابتن قائد الفريق ما لعبتش كانت بره كمان. احنا لما قلنا ذكرنا المصابين في الاول ما قلناهاش، احنا ما عندناش معلومه ان هي مش هتلعب، بس هي حصل لها مشكله امبارح، تعبت وعندها حساسيه ودخلت عملت جلسه تنفس. المعلومات دي كلها عرفناها دلوقتي، فدي برضو يعني قللت الروتيشن اللي ممكن كابتن علي يعتمد عليه وهي كابتن فريق والعناصر المهمه جدا. بس تواجدها بقى وسط، لو تتفرج حتى احنا شايفينها على البنش مع الفرقه بتشجع وبتعزل الفرقه، ما احنا مش عارفين ممكن يكون مثلا في مشكله في بتاع، احنا مش عارفين ايه السبب، لكن ايا كان السبب احنا شايفينها هي كابتن فرقه. هنا بقى دور كابتن الفرقه، يعني فعلا دور كابتن الفرقه ان هو مش لازم يكون بيلعب، يعني مش لازم يكون بلعب وليا دور عشان خاطر اعزل الفرقه او ادي تعليمات او لا، وممكن يكون اسباب فنيه اقعد ما فيش مشكله، لكن اقوم بدوري ككابتن فرقه. فبحييها تاني وببارك لها، ودي يعني نتيجه طبيعيه للجو اللي احنا شايفينه. صحيح، لما يبقى فيه الاجواء دي فوضع طبيعي ان انت لازم يبقى الاداء كده والنتيجه كده. صحيح طبعًا. طب كابتن علي، يمكن انت في بعض الاحصائيات انا شايفك كنت بتجيبيها بالتليفون، قول لنا كده الاحصائيات اللي توفرت معاكي. طبعا لان هو الجهاز بياخد وقت عقبال ما بيتم استخراجها من السوفت وير ويبتدي يحطها في جداول نقدر نقراها، فلو معاكي احصائيات يبقى ريت نعرفها. هي كايلا المحترفة حاطة 38 بوينتس النهاردة، وسرايا 24. تمام، يعني 38 و 24 يبقى 42، بنتكلم في 62 نقطة اتنين لاعبات حاطينه من مجمل 77. بس أقولك على حاجة، زمان فرحان بأدائهم جدا الحقيقة، ولكن برضو أنا قلقان، يعني برضو خليك يعني احنا بنتكلم كل النواحي الفنية وطبعا وكل شيء، حاجة مكسب مفرح، واللاعبات دول يعني حاجات ممتازة جدا جدا، ودي ملخص الحقيقه يعني الفريق العمل جاهزه لكايلا بس يعني النقط اللي حطيتها كايلا، فطبعا بشكركم عليها. الحقيقه لما اتنين لعيبه يحطوا 62 نقطه دي برده يعني انا خاف ممكن في وقت من الاوقات تتعطل الماكينات دي عندي، فيبقى عندي مشكله. شايفه دي ممكن تحصل ولا عندنا بدائل؟ لا هي ان شاء الله ما تحصلش، وال 77 دول يزيدوا ان شاء الله بمشاركه الاربع اصابات اللي عندنا. الاول انا احب اقول مبروك للفريق كله طبعا، ولل 11 راجل اللي كانوا النهارده في الملعب طبعاً اللي قدروا بصراحه يشيلوا. يعني طبعا دينا عمرو الف سلامه، ان شاء الله ترجع بسرعه ان شاء الله مع الاربعه التانيين. احنا بنتكلم في خمس لعيبه من 12 بالظبط، في سبعه واحنا بنلعب معانا
رضوى شاركت النهارده من 18 سنه برضو، يعتبر دي حاجه كويسه جدا طبعاً. ليها بالظبط. فبقيه اللعيبه العشر لعيبه اللي فاضلين دول من قوام الفرقه الدرجه الاولى دول يشكروا جدا ان هم قدروا ان هم ما يحسسوناش ان في غيابات موجوده والغيابات قاعده بتزيد. فأنا من كلامك ان احنا ما عندناش ازمه ان مثلا اثنين لعيبه يحطوا 75%؟ لا مفيش ازمه، مع رجوع ان شاء الله الناس بتوعنا هيتوزع بشكل لا بالزبط. ممكن دي تبقى ظروف جيم يعني، لو لا كابتن انا ما بتكلمش على ظروف جيم، هم ثلاث ماتشات اللي يعني ال 15 بونت اللي فاضلين ما بين سكور الاجمالي وسكور سرايا وكايلا 15 بونت متوزع على 9 لعيبه باعتبار ان دينا ما لعبتش 9 لعيبه فقليل يعني، في لعيبه ممكن تكون جابت زيرو بوينت بس. لو تفتكر كلامي في اول الجيم يا كابتن هيثم لما قلت لك ان واحده زي ميه حلوه مثلا ممكن تكون جابت زيرو بوينت بس مفتاح اللعب بطريقه غير طبيعيه اللي الحاجات الفنيه دي ما بتتكتبش في الاستاتستيك، عشان كده نرجع لموضوع الاسامي يعني مفتاح اللعب مفتاح اللعب واسباب مكسبنا النهارده ازاي بتقرا وازاي صنع لعب تاني. خليني برضو اقول لك كابتن اسلام حاجه، انا ما حسيتش ان كايلا جابت 38 نقطه زي ما قالت عليها، وما حسيتش ان سوريا جابت 24 نقطه، يعني اصل اقول لك ان الاشكور العالي ده جاي في سياق الجيم عشان لاعبين 40 دقيقه. لا يعني برافو عليك طبعا، بس انا مش قصدي ان ما لعبوش، وانا يعني خلينا نتكلم باللغه. انا عايز اقول كده يعني عايز اقول ما فيش انانيه، مش لا هي جايه في يعني شفنا كم كوره كايلا عدوها رايحه 1-0 دي ما جود ديفنس جود ترانزيشن. برافو عليك، هو السيتويشن جاي كده، فدي يمكن حاجه مطمناني، ولا ايه رايك يعني؟ انا معاك في دي، بس انا برضه هرجع واقول لك ان ممكن اللي حصل النهارده ده في لعيبه مش موفقه او ظروف جيم النهارده، مش قصدي ان ده مؤشر خطر، ولكن النهارده اللي جاب 0 بوينت او باسكت ممكن في جيم تاني يجيب له 7 8 10 بوينت، ما يبقاش الجاب كبيره قوي كده ما بين سوريا وكايلا وبقيه الفرقه، وخصوصا زي ما كابتن علي قالت الاربعه المصابين اللي لسه ما نزلوش دول اربعه سوبر فاكيد لما هيرجعوا هيبقى ليهم دور وهيبقى ليهم معدل تهديفي اكيد طبعا يعني. صحيح. طب خليني برضه اقول يا كابتن انه يمكن النادي الاهلي يعني في اول مباراه كان الجيم ماشي اكوال، ويمكن الجزيره قدم مباراه كويسه، وانت زي ما قلت اللي خلى نادي الجزيره او نادي الاهلي يكمل مباراته او النهايه هو الوفره العدديه. خليني انت طبعا معلش انا هطلع برا الجيم شويه، بس هروح نفس الكلام لفريق الرجال، انا اسف لازم اطلع وانت معايا مدير فني الشباب، لازم نتكلم عن الرجال لازم. يعني هل الموضوع ده متوفر معانا فريق الرجال السنه دي خاصه بعد الصفقات الجديده اللي جت؟ المفروض انه متوفر وبشكل احسن. تمام. وكمان السنه دي احنا بادئين مع بعض من اول الموسم، ويا رب يا رب ما يحصلش اي ازمه ثانيه بخصوص موضوع الكورونا والدنيا تمشي في استقرار، حتى لو يعني العمليه ما زالت موجوده بس يبقى في سيطره عليها ما توقفش الدنيا، والعدم التجانس اللي احنا حسيناه شويه موجود السنه اللي فاتت ما يبقاش موجود السنه دي. تمام. ان هيبقى في فتره طويله بيشتغلوا مع بعض من البدايه. صحيح. والدنيا هتمشي، هتلاقي مع التجانس هتلاقي الشكل اختلف، وهتلاقي بقى الروتيشن ده بالظبط كده موجود اكتر في الرجال. يعني يعني هل انت متفق مع اسلام في الكلام ده؟ انا طبعًا. لازم طبعا اتطرق للرجال اكيد، لان احنا النهارده كره سله والحمد لله طبعا السيدات فرحونا، بس لازم نتكلم عن الرجال. طبعًا. هل الوفره العدديه بعد انضمام عمر طارق وعمرو الجندي ومع الصفقات اللي جت السنه اللي فاتت مع اللعيبه النجوم اللي موجودين دلوقتي وعوده لعيبه كتير لمستواهم زي ابراهيم الجمال وغيره وغيره رجعوا لمستواهم المعهود عنهم، شايفه ده ممكن يحصل نفس المنظر اللي احنا شايفينه مع الفريق الاول رجال ان شاء الله؟ طبعا، وبرده باقوى اقوى شويه كمان من السيدات. بالظبط بالظبط، لان احنا كان اوريدي عندنا الناس اللي موجوده اريكس وايهاب امين مع الناس كلها، جت ناس من بره عمر طارق وعمرو الجندي اضافه قويه جدا. بالظبط. والناس اللي موجوده احمد سلعيه المفروض ان هو ان شاء الله كمان راجع ركبته، كان عنده رشح كان هيرجع بس له الرشح اخره. بالظبط. فكمان راجع معاهم مع مودي، مع في صفقات تانية جت مع مهيب من سبورتنج، فالموضوع بقى في وفره. بالظبط. مع الناشئين انا شايف كابتن اشرف توفيق عليا، لان انا بسالك طبعا لان انت متابعه الاولاد زي السيدات، فانا عارف انا بتكلم مع مين يعني. ف مودي وتصعيد اربع خمس لاعبين شفناهم في بطوله القاهره لعبوا. بالظبط. يعني مساعد الناس، فحتى التمرين نفسه هيفرق، شكل التمرين هيفرق. صحيح. شكل التمرين يعني، وابراهيم الجمال رجع برضو ما شاء الله. صحيح. كويس، فشكل التمرين نفسه هيفرق لما يبقى فيه شباب طالعين، الناس الصغيره دي بتخلي شكل التمرين، لانها بتخلي الناس الكبيره النجوم تتمرن اجمد، فشكل التمرين نفسه فده هينعكس على اداء الناس. بس انت علي اول مره تبقى معايا في استوديو تحليلي، بس انت فاجئتيني بصراحه
ما شاء الله عليك بجد يعني والله بجد يعني تحليلاتك الفنيه لسه بقول لك يعني كنا بنتكلم في الفاصل ان انت حتى تقدري تحللي مباراه الرجال يعني كمان انت ما شاء الله عندك بهاتها معانا على طول والله بجد يعني تنورنا طبعا تنور لا هتجيبها هي ومش هتجيبني انا ثاني واحنا لا انت طبعا انت يعني نجم كبير وبتاع بس هي الفكره كلها انه بيبقى نادر لما تلاقي حد يعني فاهم في الاثنين وعارف كده وعاليه بصراحه يعني ربنا يوفقك احنا بنعمل حاجه بنحبها يعني متربيين واضح ان انت حابه الموضوع حتى الموضوع الاحصائيات اللي انت راحتها طب خلينا برضو نتكلم في حاجه تخص الفريق الرجال السنه اللي فاتت كان في ازمه كورونا رجعنا من ازمه كورونا على مباراه الاتحاد على طول ماتش الجزيره كسبناه وحتى كسبناه جامد وبعد كده رجعنا على طول على ماتشات ليفل 1 فاسلام قال كلمه حلوه قال السنه دي مش هيحصل الكلام ده فيبقى عندنا وقت ان في هارموني اكتر للاعيبه شايفه ده يعني بيطبق معانا ولا الفتره مش كافيه ان اللعيبه تخش مع بعض لا 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 اللعيبه ما هو برضو هقول حاجه تاني وجود لعيبه خبره بيخليهم يعرفوا يلعبوا بعض كويس ازاي يعني نفس النقطه دي كنت عايزه اقولها في البنات لو احنا بنتكلم في نقطه 62 بوينتس من الذكاء ان لما يبقى في لعيب خبره بيعرف اللعيب اللي ماشي يوديه ويلعب نفس الكلام نرجعه في الولاد تاني ده اللي هيحصل في فرقه الولاد ان انا هيبقى عندي عمرو الجندي ما شاء الله روح انا حاساه مولود في النادي الاهلي حاسس ان هو معانا من واحنا صغيرين وعمر طارق كمان والله وعمر طبعا وعمر يمكن عمر اهدى شويه يعني عمرو هو غلاوي شويه فدي بتعجبني اللي غلاوي مش قصدي غلاوي يعني حاجه وحشه لا بيغلى نفسه وحاساه التروس اهلي بس ما كانش قايل لحد غيره ما كانش قايل لحد طول عمره اهلاوي طول عمره اهلاوي بالظبط فمن الذكاء ان هم لعيبه كلهم اذكياء جدا اللي موجودين فهيعرفوا في الاخر كلهم هدفهم واحد ان النادي الاهلي يكسب فهم هيعرفوا كويس جدا ازاي يشغلوا بعض في الملعب ويعرفوا يعني ازاي يلعبوا مع بعض علشان يكسبوا مش أكيد. هيبقى فيه اكيد وخلينا نطلع لفاصل عالي وعايز اتكلم بعد الفاصل معاكي على الناشئين والناشئات لان طبعا لازم نطمن عليهم في الفتره الفاضله دي ونديهم حقهم ونشوف الناس ماشيه ازاي ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل لقائنا مع كابتن اسلام علي وكابتن عليا محمود اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع ضيوفنا كابتن اسلام يمكن ما ينفعش تبقى معايا ما نطمنش عن الناشئين احنا السنه اللي فاتت خدنا الدرع العام لكره السله سواء رجال او سيدات ده ما بيحصلش الا بالناشئين طمنا عن الناشئين حتى الفرقه اللي انت ماسكها والفرقه الاخرى احنا اخبارنا ايه طبعا احنا عارفين السنه اللي فاتت موضوع كورونا وتوقف الكلام ده قبل التوقف كانت اتلعبت بطوله المنطقه كسبناها 14 و16 وخسرناها 18 و20 لما حصل التكمله بعد كده اللي كملوا جمهوريه 18 و20 بس كسبناها تمام فيبقى يعتبر الاربع فرق كسبوا السنه اللي فاتت كل فرقه بطوله هل احنا ماشيين بنفس الخطه السنه دي خاصه ان انت معاك خمس لاعبين انت بالنسبه لك في خمس لاعبين مصعدين مع الفريق الاول وال18 تحت مني معاهم كابتن ياسر وفتوح معاهم برضو حوالي ثلاث لاعبين موجودين في الفريسي مع كابتن اشرف اضافه كويسه جدا ليهم هم كاولاد وبيدوا كابتن علي قال الجمله عجبتني جدا قال وشك حلو انت وكابتن علي ولا حاجه تانية غير كده لا اقول كابتن علي قال كابتن علي ولا كابتن علي هاشم كابتن علي كابتن علي قال الجمله حلوه قوي على موضوع اللعيبه الكبار لما الناشئين يتمرنوا معاهم اللعيبه اللي موجوده في فيرست تيم دلوقتي في الاهلي لما اللعيبه الصغيرين كتير يتمرنوا معاهم التمرين شكله حلو لا كمان هم بيحسوا ان اللي ايه بالبلدي كده السجاده بتتسحب من تحت رجليهم فبيبذل اقصى حاجه عنده صحيح. فبيعلي رتم التمرين قوي بيبقى في استفاده جماعيه للصغير والكبير فاحب اقول ان الاولاد الصغيرين بيستفيدوا كويس جدا مع النجوم بتوع فيرست تيم على راسهم طبعا مودي جرحي وابراهيم الجمال ككبار الفرقه بينزلوا لي بحس بفرق يعني انا بينزلوا لي تحت بحس بفرق طبعا بحس بفرق جوه التمرين وفي الماتشات الوديه كمان لما بيلعبوا معايا بحس يعني انت شايف كناشئين احنا ماشيين كويس ما عندناش مشكله الحمد لله بشكل كويس ونقدر نحافظ على الدرع العام وعدد اللعيبه للبروميسنج ان هم يلعبوا فيرست بيزيد سنه ورا سنه بس دي بتبقى صعوبه صداع جامد صعوبه جدا. لكن صعوبه فوق لان لان انت برضو فوق اماكن محدوده فوق كل بس عايز اقول حاجه كابتن انا بنادي من هنا يعني ان احنا نزود عدد اللاعبين في القائمه في الفريق الاول يمكن ليه لا ليه ما خليهمش 18 يعني كره اليد احنا 14 لاعب بس صح الفريق الاول ليه ما وفيهم محترف يبقى 13 لاعب مصري طب ليه ما خليهمش 16 17 18 بتبقى برضو يعني بتحل ازمه اكيد دي طبعا ترجع للاتحاد وتنظيم المسابقه والكلام ده بس دي طبعا هتدي فرصه كبيره لان الناشئ اللي هو بالزبط. كويس يبقى له مكان في الفريق خاصه الموسم طويل ممكن يفقد اصابات فالحقيقه انت لما يبقى عندك 3 4 لعيبه فوق القائمه خاصه ان دي ما فيهاش مشكله يعني قصدي اقول لك مش هتعمل ازمه للفرق 3 لعيبه زياده في القائمه انت عندك 30 40 ماتش في السنه او اكتر احنا في اوقات كنا بنوصل للاخر يا اسلام بنوصل عندنا 4 5 مصابين ما بنكملش والسكور شيت بيبقى مقفول على 12 بس ومفيش تاني بره اوقات بنستعين من تحت لان احنا ما عندناش لان فوق حمل الماتشات كتير كمان والبطولات بيلعبوها كتير فمهم جدا يبقى عندك
صحيح. كروت كتير صحيح. تلعب بيها صحيح. طب خلينا كابتن عليا نطمن على الناشئات، اخبار هوميه، هل برضو احنا ماشيين بخطه ثابته، خاصه ان احنا الناشئات في الاعمار السنيه في السيدات مش زي الرجال. يعني في تقريبا 20 سنه ما عندناش 20 سنه، فاحنا ماشيين ازاي؟ ناقص فريقين يعتبر، لان كمان احنا عندنا في الولاد 16 بي صح، مش موجود في البنات. بس احنا نفس الكلام، فريق 18 سنه فريق كويس جدا، في منهم 3 لاعبات في منتخب 18 اللي هيلعبوا بطوله افريقيا هنا ان شاء الله، او كان ممكن يكون في ازيد بس هم اللي مكملين لغايه دلوقتي 3 لعيبه. وعندنا كابتن علي فوق استعان من غير الثلاثه دول، في 3 تانيين معاه او 4 كمان فوق معاه. نفس الكلام كابتن اسلام قاله، ان هم بيرجعوا طبعا من تمرينه الدرجه الاولى، في فرق رهيب لعب على سوريا والمحترفه، فالموضوع بيفرق جدا في الموضوع ده بالنسبه لل 18. لو نزلنا شويه بقى للصغيرين بتوعي، فدول طبعا موضوع مختلف جدا. انا اكتشفت يعني من التدريب ان انا يعني انا مع كابتن ايهاب في منتخب الدرجه الاولى، الموضوع اسهل من ال 18، اسهل بكتير من الصغيرين. في 18 او درجه اولى انت بتقول المعلومه بتتنفذ. صحيح. الصغيرين لازم مخك يبقى شغال على طول. انا مش عارفه كام حد هيجي لي في التمرين، ممكن اروح مجهزه على عدد معين الاقي جملي اكتر او الاقيهم جملي اقل. طب هم عارفين ينفذوا التمرين ده، مش عارفين ينفذوه، لازم مخي يشتغل بسرعه، اقلل صحيح مهاره، ازود مهاره صحيح. فروقات مختلفه بين البنات، لازم كلهم يلعبوا، لان ده مش سن جداً مش جداً. سن كمان الواحد يقدر ياخد فيه قرار دي كويسه دي لا. بدري جدا الكلام ده صحيح. لازم كلهم يلعبوا، لازم اراعي الفروق الفرديه عشان اعلي من الناس اللي كويسين والناس اللي لسه. فالموضوع جهد غير طبيعي. بس انت شايفه اذا يعني اذا اقول على قطاع الناشئات، احنا ماشيين كويس في ستابيليتي زي السنه اللي فاتت طبعاً. ان شاء الله النتائج برده يعني باذن الله تكون زي السنه اللي فاتت، ان شاء الله نحافظ على سنة فريق كويس جدا زي ما قلت لحضرتك. برضو في منهم ناس كتير جدا في قوام منتخب بتاع 16 سنة، ف 13 سنة هايلين 2008، 14 سنة مهمة جدا بالظبط، 14 سنة يمكن أكتر كمان من الولاد. الأكاديميات مهمة بيزقوا ناس بناخد منهم ناس كتير، فمن أول يعني من وإحنا طالعين كده الموضوع مدربين أكيد. القطاع كلهم ما شاء الله أكيد. هايلين يعني. كابتن علي انا بشكرك شكرا جزيلا جدا، يعني انت نورتيني وشرفتيني والحقيقه كان يوم جميل، وكما قال كابتن علي هاشم الحقيقه كان وشكم حلو جدا على الفريق. الف مليون مبروك، وبشكرك على وقتك الجميل اللي احنا قضيناه مع الاستوديو التحليلي في قناه الاهلي. ربنا يخليك. انا احب بس اشكرك جدا واشكر كابتن اسلام، والله انبسطت جدا بالسهره دي. وعايزه اقول لكابتن رؤوف ولكل الناس، اولا مجلس الاداره طبعا الف مبروك، والكابتن رؤوف ونقول له سلامتك وافتقدناك النهارده كانه كان هيبقى في الملعب اكيد ان شاء الله. كابتن بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. كابتن اسلام علي طبعا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتني واستمتعت الحقيقه بتحليلك. كابتن هيثم انا اللي متشكر على الاستضافه، وكابتن علي منورنا طبعا ان شاء الله تبقاش اخر مره. ومبروك لفريق فلسطين بنات، واوجه لهم رساله ان دي اول بطوله في الموسم، بالورقه والقلم هي المفروض اقل بطوله اهتمام، عندكم لسه 3 بطولات اهم، فان شاء الله تارجت كده يبقى 4-4 ان شاء الله باذن الله. كابتن اسلام بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك كابتن. اعزائي المشاهدين، دي كانت قصه بطوله وقصه ابطال جبناها لحضراتكم زي ما وعدناكم اول مره، على قدر استطاعتنا هنكون مع ابطالنا وبطلاتنا في كل مكان. الحمد لله صدقنا معاكم، والنهارده كنا مع بطلاتنا في طبعا بطولتهم، بقول لهم الف مليون مبروك، ليله جميله وليله سعيده على الابطال وعلى فريق العمل. انتظرونا يوم الأحد القادم وقصة جديدة وبطل جديد والأبطال. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي.